محمد الذي توغل للمرة الثانية وكاد أن يسجل أول أهداف اللقاء. كرة تعود إلى كاريو، ينقل كرة إلى البريك، عرضية لجوميز، أبو جول. مهلا آسيا، لقد وصل الكبير، لقد ظهر زعيم القوم، زعيم القوم. الهلال يسجل والعزم الفرنسي يسكن الهدف الأول في شباك شباب الأهلي. لدغة لمسة، هذه كراته، هذه لعباته، جوميز على طول في المرمى، وأول أهداف المباراة لمصلحة الزعيم، لمصلحة الهلال. جوميز إذن يسجل أول أهداف اللقاء ويسعد الهلالين في كل مكان. 1-0، 1-0 لمصلحة الهلال. الكرة ستعود الآن من جديد، المحاولة لي مع فريق الآن ويقدم مجهود طيب في دوري الخليج العربي، لكن شوف الكرة، المحاولة لشباب الأهلي والكرة من جيسوس إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. سلامات الكرة الماضية من جيسوس، ذهبت الكرة التي لمسة وانطلاقة إلى عبدالله المعيوف، مشي كرة إلى ناحية اليمنى. الهجوم الآن موجود لدى محمد البريك. الهلال الذي يحاول الانتشار سريعا في ملعب الفريق الإماراتي، والكرة تصل إلى البريك من الجانب الأيمن. أدريا كاريو، جول 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 للثعبان البيروفي. أدريا كاريو يسجل هدفا ثانيا للزعيم القارة، لزعيم القارة كاريو. كاريو، من يعرف هذه البطولة جيدا، من يعرف هذا اللقب جيدا. شوف اللمسة، شوف المحاولة، شوف النقلة من البريك، من البريك. يا عيني يا محمد، الله على الاستلام، الله على وضع الكرة في شباك شباب الأهلي الإماراتي. الهلال يتقدم، الزعيم يتقدم في نتيجة اللقاء. لاحظ الاستلام، لاحظ اللعبة الجميلة التي بدأت من المعيوف إلى البريك، من البريك إلى كاريو، إلى رقصة كاريو وسعادة اللاعب البيروفي الكبير. الهلال يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. شوط أول جميل إلى اللاعب محمد مرزوق. كرة من محمد مرزوق لحارس المرمى ماجد ناصر، لمسة تصل، خطأ الكرة للهلال، كاريو عدى، كاريو راح، والكرة خطأ. كاد الهلال أن يسجل ثالث الأهداف. شوف الكرة الماضية الخطيرة، شوف اللقطة الماضية، كان هنالك فيتو وغوميز، لكن كاريو في الأخير.